السلام عليكم الإخوة الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد إن شاء الله. اليوم نقدم لكم طريقة إيقاف الحاسوب بشكل أوتوماتيكي عن طريق وضع مؤقت، يعني توقيت معين الوقت اللي بغيتيه، خاصة للناس اللي تخليو الحاسوب شاعل وتخرجوا نظرا للانشغالات ديالهم ولا شي طارئ، وما تيبغيوش يطفيو الحاسوب حتى بعد مدة. وأيضا الناس اللي تيخليو شي عمل في الحاسوب تيبغيو يخليوه حتى يسالي عاد يطفيوه، يمكن ليهم يديروا هذا التوقيت هذا حتى تسالي الخدمة اللي في الحاسوب ويطفى أوتوماتيكيا عن طريق التوقيت. بقاو معنا في الشرح إن شاء الله. في الأخير نتمنى يعجبكم الفيديو والشرح، إلى فيديو آخر إن شاء الله، مع السلامة.